طيب طبق المسابقه يا سيدي. هقول لك لا، خلينا نعمل ال نعمل ايه؟ الطبق الثاني اللي هو طبق الديمي جلاس عشان ندخل كله الفرن مع بعض. ايوه أي. تمام تمام كده. ده طبق الديمي جلاس عباره عن بطاطس بالديمي جلاس. هي طبعا احنا ما كناش مظبطين مقادير، انت عامل ده سريع سريع بطاطس سريع سريع. هي طيب. بطاطس وصوص ديمي جلاس وملح وفلفل. حلو قوي ومتشكرين. طيب بطاطس الاول في بصل ناعم بيبقى الاول. تمام تمام. بيتحط بطاطس وبصل، بيتحط معاه بصل مقطع مفروم الاول، وبعد كده بينزل عليه بالبطاطس وبتدوب الديمي جلاس. بودره الديمي جلاس بتدوب الديمي جلاس. الديمي جلاس يا جماعه هو عباره عن العظم محطوط في فرن، بيبقى بيفضل لغايه ما بيتشوي على الاخر ويطحن 72 ساعه، بيقعد 72 ساعه لحد ما يطحن خالص يعني، يبقى بودره. ويبقى ده هو زي ما بيقولوا كده، هي دي البهريز بتاع الحكايه. معانا شيف ياسر. السلام عليكم يا شيف ياسر. وعليكم يا شيف ايمن. ازيك يا شيف ياسر حبيبي، اخباركم؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. ازيك يا شيف ياسر؟ الشيف احمد منور الدنيا اهو. ازيك يا شيف ياسر؟ الحمد لله منور الدنيا. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ ازيك يا شيف احمد؟ ازيك يا شيف ياسر؟ رباني السفينه يا حبيبي. حلقه حلوه وجميله وموفقه يا رب ان شاء ربنا يبارك فيك يا شيف. ربنا يخليك لينا يا حبيبي والتوفيق. ما تحرمش من دعمك لينا يا شيف. لا يا حبيبي، انت ما شاء الله عليك مجتهد ونشيط يعني. ربنا يبارك لك ما شاء الله عليك. حتى الشيف ايمن ملاحظ ان على نشاطك يعني، ما شاء الله عليك يا شيف ياسر. ده بيقول لي واخد الموضوع تحدي وهيكسب الجمبري برضه، ايه الحكايه دي؟ والله هو انا عارف ان احمد هيكسب الجمبري برضه، انا عارف ومتاكد. هو ما شاء الله عليه مش قاعد يعني. هو ايه بقى هيقفل الدنيا بقى؟ كل ما نعمل مسابقه هينط لنا احمد ويكسب شغلانه بقى. والله هو بقى شكله هيعمل تعاقد معاك على طول، هيبقى قاعد عندك على طول في القناه على طول معاك. خلاص ده هيبقى تخصص مسابقات بقى. لا لا لا، انا ادخل في المسابقات انا كمان، خلي بالك يعني. انت طبعا لو دخلت هتكسر الدنيا طبعا. اكيد طبعا. تيجي بالسلامه ان شاء الله وتعمل ان شاء الله معانا احلى، وتخش معانا احلى مسابقه. بس انت شوف ياسر، انت يعني المسابقات ايه بقى؟ ده انت المفروض انك انت كل شغلك مسابقات. والله يا حبيبي احنا على قد ما بنقدر بندعم كل الناس. اسال الشيف احمد نقول له احنا بنعمل ايه؟ بندعم كل الناس وبنساعد كل الناس. ربنا يبارك لكم يا رب، ربنا يكتر خير. والله حتى اللي نعرفه واللي ما نعرفوش بنساعده، فبالتوفيق يا رب ان شاء الله. وحلقه جميله يا شيف احمد وبالتوفيق. كلمك يا شيف احمد بيقول لك بالتوفيق. ربنا يبارك فيك يا شيف ياسر. طيب انا عايز اقول بقى انك انت بتعمل ايه بعد ما حطيت البطاطس المفرومه تحت، حطيت فوقيها حطيت البصل تحت الاول مفروم، حطيت البطاطس السلايز المتقطعه، وبعد كده بتدوب الديمي جلاس. ديمي جلاس بتحط قد ايه على قد ايه ميه؟ يعني معلقتين مثلا كبار. اه على كوبايه ونص ميه. تمام. ما بتقمش على النار، على البارد؟ لا لا، على البارد كده. وهنحط الملح والفلفل كمان. ادي الملح اهو والفلفل برضو، ملح بسيط عشان الديمي جلاس يعني نوعا ما برضو ايه حالي. الديمي جلاس بيبقى فيه طبعا التركيز ده بيبقى عالي التركيز. والفلفل الاسود يبقى ايه قليل شويه عشان ايه؟ ايوه بي 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 بيعمل الطعم. احنا شوي. عايزين بس وقت ما نقدر نحط يعني نحط الديمي جلاس. بعد ما تحط الديمي جلاس خلاص بيبقى كده خلص. تمام، هي تدخل بس الفرن وخلاص على كده. طيب هي مش محتاجه شويه ميه عشان تستوي ولا تسيبها على كده؟ لا ما انا لسه ما خلصتش، انا لسه عشان ما يكلكعش مني. اه بفكه كده بالراحه بعد كده هديله بقى. طيب احنا عايزين برضو واحنا شغالين كده قبل ما يدوب الديمي جلاس نبص كده على المسابقه وصوره المسابقه. شيف احمد الزيات الجروب الثاني كان واخد اعلى اصوات طبعا ما شاء الله، كان معدي وطبعا كان في منافسه شرسه جدا، بس طبعا منافسه جميله جدا. كل اللي بيقدموا في المسابقه بيحاولوا ان هم كل واحد بيقدم كل الشغل اللي هو عنده. زي ما انتم شايفين اهو، ده الطبق النهائي اللي طلع هنا عندنا اهو، ده طبق المسابقه وده الطبق الثاني اللي هو عمله لنا مستوي. هنشوف طبعا التكنيك وهو بيشتغل. طبعا ممكن يكون التكنيك بالنسبه لاي ست بيت متعود عليه، بس هنشوف برضه الراجل ده هاوي يا جماعه. الراجل ده حابب، يعني ايه حابب؟ يعني الحابب الحاجه اللي بيروح لها، مش فكره انه مغصوب عليه. ممكن تكون اي ست بيت متعوده تطبخ عشان الاولاد، لكن الراجل ده عنده شغله وعنده حياته وممكن يكبر دماغه من اي حاجه، بس هاوي يخش المطبخ. دي برضه دي حاجه انا يعني بحبها في اي حد هاوي. هتوديه بقى الفرن بالظبط. تمام. وتبص برضه على التاني برضه. حاضر. احنا كده عندنا عملنا البطاطس بالديمي جلاس. حاضر. طبعا اللي في الفرن عايزين احنا طبعا عايز اقول لكم على حاجه بس مهمه. الكاميرا معايا هنا، اللي في الديمي جلاس اللي جوه ده هو ده شكله اللي هيطلع في النهايه. طبعا هو بيجرنش طبقه بتاع السلطه اللي مقدمه لنا. الديمي جلاس هو الطبق اللي مقدمه جنبه الرز برضه عشان نبقى عارفين، ما
بس انا عايزك يا احمد بعد ما تخلص من فضلك طلع لنا الديمي جلاس من جوه حتى لو لسه مخلص عشان نشوف شكله. طب حاضر. الديمي جلاس بيطلع طعم البطاطس فيه تحس ان هو زي الكراميل، البطاطس بتتهري خالص بتبقى طعمها حلو، وطعم الديمي جلاس بيديكوا احساس بان هي معموله في لحمه بجد، لحمه هو طعم حلو. هو طعمه لحمه وريحته لحمه. يعني هو لحمه كلها لحمه لانها ده عظم لحمه يعني فاهمين، فالفكره ان هو بيبقى حلو جدا، وده شكله البطاطس لما بتطلع، وهو عشان كده مش محتاج ان هو يستخدم اي نوع من انواع اللحوم معاه، هو الديمي جلاس وشكرا.